بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، مر معنا في الدرس السابق أن ذكرنا عددا من أشراط الساعة الصغرى استكمالا لما سبق وأن ذكرناه في الدروس السابقة، فذكرنا العلامة 23 وهي ظهور الشرك في هذه الأمة، وذكرنا العلامة 24 وهي ظهور الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم، وذكرنا العلامة 25 وهي تشبب المشيخة، وذكرنا حينئذ الأدلة على ذلك. العلامة 26 من علامات الساعة الصغرى كثرة الشح، والشح هو أشد البخل أو البخل مع الحرص، فهو بخل وزيادة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى فروقا كثيرة بين البخل والشح، ومن ذلك أن قالوا أن البخل هو المنع والشح هو المنع مع البخل على النفس، فقد تجد البخيل يبخل عن غيره ولكنه لا يبخل على نفسه، وأما الشح فهو البخل على الغير مع النفس. المهم أن الشح هو أشد البخل، وأنه مع الحرص، البخل مع الحرص، هذا هو الشح، كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. ومما يدل على أن هذا الأمر من أشراط الساعة ما أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح، من أشراط الساعة أن يظهر الشح. والحديث صححه الهيثمي رحمه الله تعالى. وفي البخاري عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. ولا شك أيها الإخوة أن الشح صفة ذميمة، فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا الأمر والله المستعان يوصل الإنسان إلى عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يحذر منه. العلامة 27 من علامات الساعة الصغرى كثرة التجارة حتى تشارك فيها النساء الرجال، حتى تشارك فيها النساء الرجال. فقد أخرج أحمد والحاكم من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أي يسلم المرء على خاصته دون غيرهم، سيأتي معنا هذا الأمر، بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. والحديث كما ذكرت لكم رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم، وكذلك صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة أن فشو التجارة ومتاجرة الناس واعتناؤهم بالمال هذا ليس أمرا محرما، لكن قد يجر ذلك إلى العناية بأمر الدنيا وعدم العناية بأمر الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث كعب بن عياض: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال،
وقد حسن الترمذي وصحح هذا الحديث. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الدنيا على أمته، خشي أن تفتح الدنيا على أمته، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومصداق هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب الله تبارك وتعالى، حين قال الله جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله تعالى: نصنع كما أمرنا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفتح عليهم الدنيا. ومن هنا أيها الإخوة نعلم أن الشريعة الإسلامية لم تنهى عن المتاجرة ولم تنهى عن أخذ المال من الوجوه الشرعية المكتسبة، بل إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإنما يذم الأمر إذا ألهتك الدنيا عن الآخرة، إذا ألهتك الدنيا عن الآخرة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له: أيكون الرجل زاهدا وهو ذا مال؟ قال: نعم، إذا كانت الدنيا في يده وليست في قلبه. إذا كانت الدنيا في يده وليست في قلبه، فإن الإنسان إذا كانت الدنيا في قلبه أشغلته عن الله والدار الآخرة، ولكنها إذا كانت في يده لم تشغله عن الله والدار الآخرة، بل يسخرها هذا الشخص في طاعة الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الزهد والورع أيها الإخوة أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما قد يضر بالآخرة، ترك ما قد يضر بالآخرة. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن المقياس ليس هو وجود المال عند الشخص من عدمه، ولكن المقياس أن الدنيا لا تكون في قلب ذلك الشخص وإنما تكون في يده، وإنما يرى ذلك على الرجل إذا كان مقبلا على الله جل وعلا، مسخرا لما وهبه الله جل وعلا من مال فيما يرضي ربه. العلامة 28 من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. أخرجه البخاري. وهذه الزلازل التي تخرج، وهذه العلامة قد ظهرت، هذه الزلازل التي تخرج وكثرت إنما هي توطئة للزلزال الأعظم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكثرة الزلازل علامة ظاهرة وواقعة. العلامة 29 من علامات الساعة الصغرى ظهور الخسف والمسخ والقذف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقد جاء
في الأحاديث أن ذلك إنما يكون إذا ظهرت المعازف والقيان أي المغنيات والخمور، وهذا أيضا من علامات الساعة وقد سبق ذكره. فقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومتى ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. بل جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. والخسف أيها الإخوة ظهر ويظهر في هذا الزمان وفيما قبلها ذلك. والخسف يقع على أهل المعاصي الشهوانية كما سبق في هذا الحديث، أهل المعازف والخمور والقينات أي المغنيات ونحو ذلك. والمسخ جاء في بعض الآثار أنه يخرج في أهل البدع، أنه يخرج في أهل البدع. وهل المسخ مسخ حقيقي أو مسخ معنوي؟ لأن المسخ هو تبدل الحال إلى حال أسوأ، تبدل الحال إلى حال أسوأ. هل هو مسخ حقيقي بمعنى أن هؤلاء البشر يمسخون قردة وخنازير ونحو ذلك، أو أنه مسخ معنوي، مسخ لقلوبهم، فتكون أجسامهم أجسام البشر وقلوبهم قلوب الحيوانات والبهائم؟ القول الأول قال به ابن عباس رضي الله عنه أن المسخ مسخ حقيقي، وهذا الأمر هو ما ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى عند قول الله تبارك وتعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فسرها ابن عباس بأنه مسخ حقيقي. وقال بعض أهل العلم بأن هذا المسخ مسخ معنوي وليس حقيقي، مسخ معنوي وليس حقيقي، فتمسخ قلوبهم فتصير أشكالهم أشكال بني آدم وقلوبهم قلوب الحيوانات والبهائم. وهذا القول جاء عن مجاهد، جاء عن التابعي الجليل مجاهد رحمه الله. فإذا كان المسخ مسخا حقيقيا فلم يظهر إلى الآن، لم يظهر علامة بكونه علامة ساعة، بكونه علامة ساعة صغرى لم يظهر إلى الآن. وإذا كان المسخ مسخا معنويا فقد ظهر. كثيرا ما رأينا أناسا أشكالهم أشكال الأوادم ولكن قلوبهم قلوب الحيوانات والبهائم، والله المستعان. فيكون المسخ المعنوي قد ظهر ويكون المسخ الحقيقي لم يظهر حتى الآن، والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثلاثون أيها الإخوة من علامات الساعة الصغرى ذهاب الصالحين. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، حتى يأخذ الله شريطته. والشريطة أهل الخير والدين. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، والعجاجة هم الغواء والأراذل ومن لا خير فيهم، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والحديث رواه أحمد وصححه الحاكم. وصحح الحديث أيضا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا الأمر ذهاب الصالحين والذي قبله ظهور الخسف والمسخ والقذف يكون أيها الإخوة عند ترك التناصح والتعاون على البر والتقوى، وعند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا قد ميز هذه الأمة عن غيرها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا أمرنا بذلك، وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد يكون لمن لديه سلطة وقوة كولي الأمر والقاضي ورجال الشرطة ونحو ذلك، والتغيير باللسان يكون لكل أحد
يكون لكل أحد قادر على إظهار ذلك دون أن يترتب عليه ضرر أكبر، فإن القاعدة العامة أن المنكر إنما ينكر إذا لم يترتب عليه ضرر أكبر، المنكر ينكر إذا لم يترتب عليه منكر أعظم أو ضرر أكبر. وأما تغيير المنكر بالقلب بأن يكرهه قلبك ويضيق صدرك به فإنه فرض عين على كل مسلم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك أيها الإخوة، حينما نترك نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتشر المعاصي وتظهر المعازف والقينات والخمور وغير ذلك، ثم يظهر الخسف والمسخ والقذف ويذهب الصالحون وتأتي العلامة التي سأذكرها بعد قليل وهي ارتفاع الأسافل ونحو ذلك. فعلينا أن نعتني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد العناية. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. العلامة 31 من علامات الساعة ارتفاع الأسافل. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله متى الساعة؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبض الأمانة قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا الأمر الله المستعان قد رأيناه بكثرة. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا الأمر قد ظهر في هذا الزمن وفي قبل هذا الزمن، والحديث الأخير رواه أحمد وحسنه، وكذلك جود ابن كثير رحمه الله تعالى إسناده. وإذا أردنا أن لا نسند الأمر إلى غير أهله فعلينا أن نلتزم قول الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين. العلامة 32 من علامات الساعة التماس العلم عند الأصاغر. فقد جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والحديث كذلك أخرجه ابن مبارك في الزهد وصححه الألباني. وقد فسر ابن مبارك رحمه الله تعالى الصغير بمن يقول برأيه، الصغير بمن يقول برأيه. وجاء عن ابن مبارك رحمه الله تعالى أنه كان يقول قد يروي الصغير وهو كبير، قد يروي الصغير وهو كبير. فالصغير ليس فقط صغير السن، وإنما الصغير هو من يقول برأيه متجاهلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا، على أن الكبير في السن والكبير في العلم أولى أن يؤخذ عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، وهذا الكبر يشمل الكبر في السن لأنه يكون أنضج عقلا، ويشمل أيضا الكبر في العلم، على أن كثيرا من الناس الصغار قد نصر الله بهم الدين. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في كتابه العزيز قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم كان صغيرا. وكذلك أصحاب الكهف قال الله جل وعلا عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلا مانع بالأخذ عن الصغير، ولكن إذا كان الكبار موجودين كبار سن وعلم فيؤخذ عنهم، فإن لم يوجدوا يؤخذ عن صغار السن إذا كانوا كبارا في العلم. العلامة 33 ولعلي قد أطلت عليكم السلام على المعرفة دون غيرهم، وقد مر معنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة، بأن يسلم الرجل على خاصته دون غيرهم، والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. والحديث رواه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الأمر قبيح، لأن الشريعة الإسلامية أمرتنا أن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. العلامة الرابعة والثلاثون من علامات الساعة الصغرى: ظهور الكاسيات العاريات. فقد جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر، أي السروج العظيمة، ومنها المراكب الفارهة التي نركبها في هذه الأيام ولله الحمد على ذلك، يركبون المياثر حتى يأتون أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، والله المستعان. والحديث رواه الحاكم وصححه. وفي رواية عند أحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي النساء الكاسيات العاريات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث أخرجه مسلم. ومعنى كاسيات عاريات أي يلبسن الملابس التي لا تستر في الحقيقة، إما لضيقها أو لأنها شفافة أو لأنها تصف جسد المرأة، بل مما خرج علينا في هذا الزمان أن تلبس المرأة اللبس المطابق للون جلدها، للون جلدها، فترى من بعيد كأنها عارية، فإذا اقترب إليها الإنسان رأى أنها تلبس ذلك اللبس الذي يطابق لون بشرتها. وهذا من أشد العري الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات. أما مميلات مائلات فإنها تحتمل أربعة أوجه. الوجه الأول: مائلات أي زائغات عن طاعة الله، مميلات لغيرهن من النساء. الوجه الثاني: مائلات في المشية، يملن أكتافهن. الوجه الثالث: في المشطة، فقد كان البغايا قديما يملن مشطة الشعر، يملن مشطة الشعر، فتمتشط مشطة مائلة وتمشط غيرها المشطة المائلة، مائلات مميلات. وأما الوجه الرابع فإنهن مائلات بزينتهن عن الحق، مميلات للرجال إليهن بزينتهن. وسبق وأن ذكرنا أيها الإخوة أن كون الشيء من علامات الساعة لا يعني ذلك تحريم الشيء أو تحليله، فكون أن نذكر الآن معنى مائلات مميلات وأن البغايا قديما كنا يمشطن المشطة المائلة لا يعني أن المشطة المائلة تكون محرمة الآن، لا يعني أن المشطة المائلة تكون محرمة الآن، لأن هذا الأمر كان رمزا لهن سابقا، لكنه الآن قد لا يكون رمزا لهن. والمهم أن من مالت عن الشريعة الإسلامية والحق إلى الزيغ، من مالت عن الشريعة الإسلامية والحق إلى الزيغ ففتنت الرجال، فإنه ينطبق عليها هذا الحديث. العلامة الخامسة والثلاثون والأخيرة: صدق رؤيا المؤمن. والأخيرة في هذا الدرس: صدق رؤيا المؤمن. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. والحديث أخرجه مسلم. وذلك يكون إما عند قبض العلم، وإما عند قلة المؤمنين، وإما عند نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثلاثة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. والسبب في كون رؤيا المؤمن لا تكذب أن المؤمن في آخر الزمان عند قلة المؤمنين وقبض العلم واندراس معالم الدين يحتاج إلى ما يثبته ويعيده إلى الحق. وبما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فإنه لن يأتي نبي بعد ذلك، فجاءت هذه الرؤى لتثبيت المؤمن ولإرجاعه إلى الحق ولتثبيته عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.